أما الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام قاموا بجولة في مركز مشاهدة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ مع الاستعدادات لإطلاق مصر لحملة أكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية. وأكد وزير الدولة للإعلام أهمية تسليط الضوء على المحميات الطبيعية ومناطق جذب السياحة البيئية واللي منها موقع رصد الطيور المهاجرة في شرم الشيخ. وصرحت وزيرة البيئة أن مصر تاني أهم مسار في العالم لهجرة الطيور اللي بتوصل لمليون نوع بيمروا على مصر مرتين في السنة. ووضحت أن مصر حصلت على جوائز دولية كتير منها فوز مصر الشهر الماضي بجائزة الطاقة العالمية لجهودها في حماية الطيور المهاجرة.